على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، كذا تتواصل الانطلاقات، تتواصل التحديات شوطا تلو الآخر، الإثارة والمنافسة مستمرة مشاهدينا الكرام مع الانطلاقات أنا والتحدي. نسير مع البداية، ناخذ مقدمة هذا الشوط والمركز الأول. أنا أيضا شاهين للسيد يابر بن سهيل بن راشود على المركز الأول. المركز الثاني شاهين سيب بن علي بن مروان الظاهري. شوف اللي حضر، شوف اللي تواجد، شوف اللي على المركز. المركز أيضا هناك تقدم، يا سلام. نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول مع التقدم. الله 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 الله، يا سلام يا سلام. شوف الإثارة، شوف المنافسة هناك على المركز الأول اللي هو شاهين يابر بن سهيل بن راشود، يابر بن سهيل بن راشود. ولكن المركز الثاني، المركز الثاني أيضا تقدم من قبل حمد بن محمد بن راشد على المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد بن مروان. شوف اللي حضر، شوف اللي وصل، شوف اللي تقدم في اللحظات الأخيرة. اللحظات الأخيرة شاهين، شاهين أبو أحمد وصل، وصل أحمد بن مبارك، أحمد بن مبارك بن سعيد بن عامري بن راشود، بن راشود بن راشود بن راشود. أهالي الشويب، أهالي الشويب، السلام إلى أهالي الشويب بالمركز الأول والثاني. تهاني نسهيل بن راشد بن راشود. المركز الثاني للسيد اللي وصل فيه سيد أحمد بن مبارك بن سعيد العامل. المركز الثالث وصل فيه لسيد حمد بن محمد بن راشد. التوقيت الزمني 2:32.